بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا عم النبي صلى الله عليه وآله الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لصحة العين وقوة البصر تقرأ سورة القدر 21 مرة، ومن قرأها 7 مرات مساء يعافيه الله عز وجل ويمر على الصراط المستقيم بيسر، ومن قرأها 11 مرة بعد صلاة الفريضة يرحمه الله ويغفر لوالديه ويغفر لأقربائه وجيرانه. اجعل من سورة القدر أسلوب حياة لتحصل على هذا الأجر بأكمله. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. ولا تنسونا من فاضل دعواتكم خصوصا في صلاة الليل.